وادلين قوضاسي كسارين شير الدلبة يوغيستي بس ولدي كوقبتي إلهي إيه النبي وحاني لما يعاين منكاس الله حلو الله قادو إندها لقد دبي مركي لقبتي لبضا إندود إنت اللي قحنا فيري الله لرد عاي أي مضحب شارك الوغلي كبري ما يمدحونا الشرف له وأنو نقرنا حي هذا تهي وأنو كبري له صددي هو مغلية إسلام كإلهي إيه برية إلهي إيه برية إنك إنك إيه إلهي إنه قصوفر فرو إيه مدخ ترك دبيرك هو سما فلا تتك مساكين تي إسلام كا إيجو وحد عنان أنا يجين أيو سما فلا نختار كديبي كوكيم وصا يا جاي هل كاسوك صاب حي ترجع دبي شو جاي توجو هو وحي وحي ده إن السين شري وحي يا رب بقتيا أي هرنا بس كرا دخل قبتي وادلين جو داسي كسارة شد دل بيوجيستي بس كرا دخل قبتي إلهي إيه النبي جو حنين ما يعين مكاس إلهي إيه النبي جو حنين ما يعين بتس كاسة بس لاما وحوي يعني كم مواد إنك أهدي لهدي وحلوش يعنى يو تي والله يا رسول أبى لوجا ورقة بالله رسول الله مرجع كشي سينا كيو وضد كشر عبولي تولد بيشي يعنى سينك سنة دولدي بتشيرنا ديات بابي سادو تي إنا الله يا رب أي وحوي مواد إنك إن الله يا رب حقبولي وحوي يعني إنا كي أفضوبة أرجع كشي سيدا أرجع كشي سيدا هريرة كجلية باس كولدو تبى دين الجو ده كسارة تبى دين ميل جونية جي يمكن يقولي جونية إلى أيو عو صدحة سدح ذاها بين ميل الله لي ميل وشوه لما هيو وحش جاي لما هيو ميل وشوه لما هيو ميل جوني يكو أفتومي يجانو مشو أفتومي ترى جا ما ساسين وضع أفتومي هبري يوني صادر ده مرق بينهم وحلو حلو الرأي كيسة فكر كيسة بدأوا يبي بالو حلو بدأوا يبي بكهالي هالمر بكهالي هالمر ولما أقول معها هل جتشوتي ودن كينا رمضي حبش ده تذكر أولها ومدنا ويلها قالي قالوا يوم السلام وحي دنين يسمالن أما سيسومالي بولالها تيسا محاكو لقن شابدن كل لقن عبد مالك هذا الكيسة وامحي لكم يو فاشدة إنك يوم يكون فاشدة مطاب ما هو حق دمحا الله حلوة لقادو إندها لقد دبي مركي لقبطي إلا قبنا أيي رقب داد بقى أركا أيي لبضا إندوات إنت اللي قحنا فيري الله اللي رد عاي أي مضحب شارك الوقلي والله سا عندها لوقت شخصي إلا أي ماشي لقينا ساسعون رحنا أو شيء بيسنا وحويا موسى قرط الصومالي الآن بان لغور حساب طمين تولدي عين كاهيدا كودي بي سيلانيو محمد أحمد سيلانيو سلاسة ترتوغة صفر حلطي واتسوق اللي بتي لغو لما حساب طمين عيدا لما هايو رق لما هايو طلقي أم باتاقنا طلقي أيوم باتاقنا لكن دولد ساسود أفكم بدي مركات سوا أفكم بدي لغور حساب طمين أول لقوله محيطي دة كان واحد هاد كان واحد في كبير قرن كان كورن أول لقوله آموسي وأنا قم وش ده هاد واحد كسيه وأسوق سفر حالتي بريودن أياد أنت هادبيك تري قبطي توبي وبدي سويس إيه نكوي قرن حامض وكهاد ليسو أيوم بكهاد لي عالم كميران لقى هالدين أول الدين دنا أول لقى هالدين قبل رأيي جس كهاد اللي ما شفته ومواد رأيي له ومواد وحنا دي ذكرى نكوي وحنا قاعدن كرا رأيي جس هاللي وحوي ينقفل وقت دي ما يرجع سود الكيس qof wadan wadankiisa la dhiibayo tanin aamusanin inba ma aha way saartay tii dadka loo dhiibay xabashitaay xabashida waa tii hana ku leenay inaga inuu eriyeenay inay haysatay ee gabadha inaga gureysay ila halkay adugay la eriyeenay muuso ad xayigaaga taagnay dawladdu hore ma ogoleen ingiriiska baa diiday xabashiga inuu wadanka imaado ingiriiska ayaa diiday yiri maxay tahayen dalka rag baale Soomaaliya la yiraahdo idana maxay tahay in lagu siin ma ila inta badbu doonay ما أنت أدور عيد كلا تشن وعيد هاي أبو تأكل أي أنت ديارات هذه هو تلي أتلي وافاسح يودن كي مركوف كدمير كل عقل جلها وحسك فريدة وكان لي ودن كيس عالم كنا والله جوا ذهلي قف كستان وكهلي استجوا وحن كل جنا كعجه اللاعي كبر يمينه سوى دانا كورن مينه سوى طيتي وابد حنوسنا إذا عبد مالك دول كمر مره وابد حنوسنا إذا خرطة دي هو مغلية إسلام كإلهي إبرية إلهي إبرية إنك إنك إيجا إلهي إنه قصوف الفرو إن كانوا يقعد عنهر تيلا يبريو فاتح هذا يمر تذكر إسلام كي يدقي سنة يو إيران كي إن كانوا يقعد عنهر كانوا وحكا لكم مضى بصعدة هر تيلا ينو يقع صفر فاتح هذا يمر وإلا هاي يقبض بادي إلا هاي يقنب تقلي تكالو حنكوش يقيا الدنيا دمار كريمة وحير باكو هره بينا كو هراي ملا الدنيا دو حسد واتاقنان سويد بعد اللي أدت تستيطن شير باطي عم في قاسة تاقنتي عبيه بعد اللي أكتي وإلما إلما ياشاد الله لك كبري ما يمدحوين الشرف له وأنو نقرنا حي هادا تهي وأنو كبري لهي وأنو كوي ملهي الباب كان مصوق رائع لهي وإن حريس بأنو كوكوكي وإلمهار الله الله تسنعيسو أتسيد دي لهي أنا قمرك هادا قبل بانو تشوقنا وقبل سمال لهنا هادا
كحر دوك قبل كيسة واحد نقول هذا وجه والله يقول تجليها أنا قاعد تجليها عروت سو تجليها تلك ما قاعد تجليها وطلع الله عدنا سو وحنا تقول الله عدنا سو جلس حرا أور هذا كشر كينا يه وأنا وسنا طول بيجينا سينا ما ذا سيدا روت شو جماعة بريك ما لم يركب تقطو كوا قوم بسال الله الله عدنا يا ساعك تلا الله دعيت أنا اللي يدقلي والله وبالله وطلع هذه حرق قادو إما كهالك أصوب كه كله هذه مرة والله إلى أي ما أنتوا إنك أسود داي ساسو سردان وتوردقة ملاك شباب مدير كيجة إلى أي بس يدي هي بقى إلهي سيو أود بقى إلهي سيو عقل بقى إلهي سيو فكر بقى إلهي سيو وأنا وحكرا قرنا يو إلهي عقلي هي بس سيو كاسد وقول لا ده كو واقل لم يتكهر واكو واتك قريك وحرس سنية واكو واتك قريك وحرس سنية واكو والله عرية واكو محيي طيئن لا لا إيه يجي أولاد نو ولا سوما لا نسأل عرية يسأل بود بودية ما كانوا حنكو شيء جيه خلت كبري معي سبب تان كبري أنا واحد تاني حريص بان كوجي باق وحنو دري نمك وحنو دري باق الله بعد نمك هبريونس اتكسها النقدان ويا السبب توي تاي ما هبريونس ويسو كيم ذا نجا إيه كانوا دري باق وحول نك دلها كعك دربا حديث أودية بان ليه هبريونس نك دلها كعك دربا حا دير هذا أودية تي دين كساس الله دين كعذن يا مال بعبد مالك استجنا وأوش قين سفر عرسة تو أنا سيبكي ما أنت هدا كري ذي نيسان يو هدا سودي نيسان تي دين كيدين تعلى دين كيدين تعلى وأروح إذن هو وأروح إذن وضو قصية هاي صارنين عبد مالك بال اللي إذن كقبته هاي صارنين حبوا واشخصي وحوي إذن كإذن قصية سوا طاطلي هبري ينسب قصة اسمعنا ندورن والله يا بعدي لو يدي لا سومالي تدرس بدلنا نقول سادي لا ديلاي ما يعني ديلاي أنا جوانا لقي يا بعدي يتوه بيدرس بدلنا نقول أدينا ما يعني ديلاي لكن ما أنت مجهود درسنا درسنا درس كان واحد بدنا كده حلو دتك غير حمر كان محيكم ما مهجرين بلا يد هذا خوف كرم يا بود كاغو خريستا كوالنا محيدي جان بلا يد هذا خوف كرم دقيقة جاي عشوك ده خوف دقيقة أنت ما ورايا مالك وين كرو عشك كرم بيجري بلايدين خوفك رب نلقينا ربنا وصدها بلايدين خوفك رب نلقينا ربنا وصدها نلقينا جهل قال لحلو ورعالم كو مسي كرتين ما وحي كرتين كو اللي جش يجي عيدن عيدن بدن يتوبي قد سينا كو اللي جش يجي يوار مال قلنا هنا وأنا قاعد سينا مقعيسي كو عام صنو إسلام صامارد بريشبس أنت بقى وعلنا أبوك تسومينا يتوبين وحلنا الشعب يدولة با درسنا هاي درس وانا كان ديار لنا هاي وديدني وديدني دلكنا انك دوسي ربا وديدني تاس وا حكمت وين ادي ادوين وحان ربا مركا انان بوغاديو حنبليايو ددك سوماليه سدا ان شيغي ميل كسا جوغا سوماليه غوديهد وقوي اي قوفر اي برتما اي بري ميل ولبا جوغا اي كو وا دلك ديبديسا جيره انتبا اي سوماليدا اه اي سومالي نمدا او دشاي waxaan leeyahay dhamaantiin waa idin bogaadinayaa dadaalka aad sameeyeen ee shucuurtiina sidaad u muujiseen waa ku mahadsan tihiin wax weyn aad qabateen difaac weyn oo dalka ayaad gashay kuwa shaqadii waa la idin hayaa isla ee aamusan ama la idin soo gaaray isla oo waa la idin soo gaaray shaqadan la idin ma hayaa fadhiga ka kaca dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasto ay joogtana waa ugu baaqaya inay u diyaar garoobaan difaaca dalka waa difaaceena dalkeena waa minis kasto aan ku difaaci karnaan ku difaaceena cid kasto oo aan la kaasho karnaan la kaashanayna inaan difaacno dalkeena yaana nalagu qasbin albaaba aanan hor u garaaci jirin inaan garaacno yaana lagu qasbin نبدأ يا وناجا يا ودا جركا يا درس وناجا يا ودا نورانشا
iyo wada horumarka inaan wada horumarno anaga iyo dowladaha deriska nala ahba dhamaan yaan rabnaa wax kasto oo dana ah isku xiran oo ku wada horumari karno ayaan diyaar u nahay inaan qaybteena ka qaadano laakiin yaan nala riixin yaan nalagu riixin meel aanan rabin inaan aadno yaan nalagu riixin albaabu inaan garaacno aanan rabin yaan nalagu riixin inaan garaacno qiimi kasta iyo qadarin kasta iyo raadin kasta ayaan ku bixinaynaa dalkeenna si aan u difaacno una ilaalino waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka soomaaliyeed oo aan sheegay waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa walaalaha xildhibaanada ah ee dalka baarlamaanka dalka kenya ka tirsan ee soomaalida ah ee ayaga oo xuduudda bannaankeeda jira muujiyey talada fiican iyo caqli celinta fiicanna bixiyey iyo tusaalaynta caqli galka ah ee adduunyada casriga ah ee qarniga 21aad sidee loo dhaqmo ay tahay muujiyey u tilmaamay walaalaheenna kale ayagana waa u mahadcelinaya si gaaraan ugu mahadcelinaya waxaan sidoo kale bogaadintayda ku adkaynayaa dadka walaalaha sidoo kale mas-uuliyiinta ayagoo mas-uuliyad haya oo heybad leh oo magac leh mas-uuliyaddii xagga iska dhigay ee yidhi anigu tan u hayay ummadda ama ugu dhaartay maaha ama meel dalki sida lagu yeelay mas-uul ka sii noqon maayo kuwa yidhine waa bogaadinaynaa waan u hambalyeynayna inta kale ee meel kasto ay joogaan waxaan leenaa war meeshii soomaaliya iyo soomaali magaceeda iyo jiritaankeeda iyo karaamadeeda lagu waxyeelaynayo xeradaas ha ka dhex muuqanin sharaf iyo karaamo iyo mas-uuliyad kuuma aha inaad xeradaas ka baxdo ood meel nadiifa ka istaagto ayaa karaamadaada iyo sharaftaada ku jirta waxaan rabaa inaan ugu baaqo maamulka somalilan waxaan rabaa inaan iraahdo dadka soomaaliyeed waxa ay diidan yihiin idinkama qarsoona waad garanaysaan ka daaya dadka inaad ku qasabtaan inay ka tanasulaan ciziga iyo karaamada ay leeyihiin inay ka tanasulaan ha ku qasbina dadka caro iyo caloolyow unbaa kasii dhalanaya dadku cabsan maayaan guryahana ku noqon maayaan laanna guriga wixii uu ku jiifay oo heybadda iyo sharaftii ahaydaad ka taabatay ha ka taabanin waxa ka soo haro dhan waxay leeyihiin si looga maarmo dadka karaamadoodii la taabtay iyo aan lagu sii fogaanin ka laga waantoobo ha laga noqdo soomaali waa walaalo ama isku maamul iyo astaan iyo hal calam ha hoos joogto ama dhowr calan ha kala joogto e soomaali waa soomaali soomaalidayna ku midaysan tahay dhulka soomaaliya la yidhaahne soomaalidaa iskale sideeba soomaaliya yaa leh soomaaliya leh soomaaliya soomaaliya leh soomaalidana midda dalka figure sevenkan dhexdiisa midda ku nool bes ma ah waa middaas aan sheegayn oo north eastern ku nool oo kililka shanaad ku nool oo jabuuti ku nool oo maxaan ku yihahdaa minnesota ku nool oo london ku nool oo meel kasta maxaan ku yihahdaa caalamka mida ku nool waaye soomaalida iskale soomaaliya marka sidaas inaan u wada ognahay waaye waxa muhiimka ah intaa kadib maalin dhaweedna waa sheegay haddana waxaan rabaa inaan ku celiyo ninkii cila dhaamiyey ee laysku soo baxay loo yimid war maxaa dhacay maas geeli waa la dhacay geeli waa la qaaday ninkii ugu soo horreeya yidhi haye oo geel la qaadayaa lahay markaasuu yidhi anaa lahay waa fiiriyey markaasuu yidhi geelaaga waxaa qaaday nin guntigaaga arkay marada saad u guntan tahay maradii oo kale raaracdo oo si u guntan yahoo dhinac uga dhegan yahoo gacanta ku hayo arkay markaasuu yidhi sidaad u guntan tahay nin arkay ayaa geelaagii qaaday dhulka soomaaliya lama sheega jirin soomaaliyey sidaan u naalo nin arkay ayaa dhulka naga haweysta oo raba inuu qaato duubka aan xajisanno aan duubanno si fiican aan u duubanno
سفي عن هذا مضو بنو لما سو هذا شيء سكداي لما سو هوي سنة يحتا نقول كنا ما تقول هذا يا شيء إني هراء محير هذا أسوأ إشي برجي حرية حماسة نقول كلهم ما نقول كده مو تجيبا نين ندق حطوري عاو مشي تاعتها نقول كوا تجيا دانا دخل لطور daga had u tuuraysid facebook iyo twitter ka iyo maxaan ku jiraa tiktok ka waye daga xaq la maqdan dalyaran soomaaliyeed oo kale waxaan leeyahay kuwana waa u diyaarsan yihiin waa ciidamada qarabka sida oo lagu daray ciidamada difaaca bulshada macuusleyda loo yaqaan meel kasta oo ay joogan waa kuwa u diyaarsan oo caawa laga yaabo ayadoo roob da'ayo in ay geed hoos ku jiraan cadaw gaadayaan ilaalinayaan inteen kuwa kuwa banaanka taagan oo boorarka habeen walba shidayo oo banaanka la taagan oo la garaacayo la eryayo qaarkood la xirxiray kuwa kuwa dhiirada idaacadaha inta soo istaagay waxa dhabta meesha jira inta sheega ayagana la xiray waxaasoo dhan marka la isku soo daro dadkeena iyo dhalinyaradeena nisba yarigiyeen dhalinyarada inta soo hartee magagalaho faraha badanu waxaan idin leeyahay maantii la kala hariyo guryaha la joogaya maaha loo diyaar garooba difaaca dalka u soo istaaga ka soo baxa guryaha caddaysta mowqifkiinna waxa aad qalbiga ka wada jeceshiinood qalbiga ka rabtaanoon ogahay ku qowla bannaanka la imaada meel kastoo aad joogtaan haddii loo baahdana inaad naftiina u huurtaan u diyaar garooba soomaaliya maalintay dad dhalinyaradeed u baahneed oo loo hiili lahay soomaaliya ayay joogtaa maanta ilaahay idinkiis waxaan leenahay waa intaas sharwadayaal maahin dagaal oogayaal maahin xuma ka shaqays maahin laakiin dayusiin maahin umad jirto taariikh lahaanahay umad jirto oo taariikh lahaanahay waxaan rabaa dadkaas dowladda etoobiya shacabka etoobiya shacab fiican waaye dooda dacwan uma qabna dowladda etoobiya waxaan leenahay dadka soomaaliyeed dagaalka xaggiisaa u riixina loogama lib keeno weligeedna loogama lib keeni dagaal iyo colaad xaggeed yaan loo riixin dadka soomaaliyeed ee nabadda iyo wanaagga iyo diiris wanaagga ay rabaanay diyaarka u yihiin ha lagula macaamilo saasaan leenahay.